السلام عليكم يا أحلى عائلة في اليوتيوب، ورجعت لكم بفيديو جديد ويوم جديد مع إلهام الصرات. بتجيني كتير تعليق من زمان عن هل يصلح أنه نعطي للهامستر السيريلاك. شفت قنوات أجنبية بتعطيهم السيريلاك، بس أنا ولا مرة جربته مع همستراتي، فهي بتكون أول مرة رح أجربه. وبما أنه الهامستر النحيف بيحتاج إلى زيادة في الوزن، فمعروف على السيريلاك شيء مغذي، فحبيت أني أعطيه السيريلاك وأعطيهم كلهم السيريلاك مشان يزيدوا في الوزن شوي. فرح أجرب، هاي أول مرة. إذا كانت أول مرة رح أي شيء أول مرة رح تعطيه لها مصرك، لاحظ إذا شوفوا رح تسقط رح تسقط. لاحظ إذا كان الهامستر بعد ما يأكل هذاك الشيء، لاحظ إذا رح يجيه إسهال أو لا. المهم اليوم نظفت القفص الحمد لله، وأعطيتها شوية خشب لأنه عم شوف إنها تعض هون. وهذا كراميلو كان صاحي، بس لما بدأت أتكلم دخل للكوخ بتاعه. شوفوا حجمه، وراح أورجيكم الصغير كمان. شو رأيكم بحجمه مقارنة مع أول مرة لما فصلته؟ المهم أنا ورجيته لأبي، ولما شافه اتفاجأ، لانه انا بشوفه دايما ما بلاحظ انه كبر، بس ابي لما شافه خبرني سالني هل هذا هو نفس الهامستر الصغير، فقلت له نعم، فقال لي زاد في الحجم. وانتو شو رايكم؟ ما بعرف اذا راح يكون مبين في الكاميرا. المهم بعدين راح اخليه مع اخوه ونشوف حجمه مقارنة مع اخوه، بس هو بيخاف كتير. المهم اللي لاحظته انا انه فرو كان منفوش، ما كان عنده فرو كتير كتيف، بس هلأ شوفوا فرو ناعم، ويعني فرو كبر تماما. وهلأ هو بيعتبر هامستر بالغ، يعني هذا الهامستر إذا تزوج مع أحد الإناث ممكن إنه الأنثى تحمل. هلأ كلهم هامسترات بالغين، عمرهم يبلغ أكثر من 40 يوم، ممكن 42، ممكن 43 يوم. فما راح ازوجهم هلا الا لما يكملون 3 شهور، وبعدين راح ازوج هاسري. المهم هلا راح اروح احضر لهم السيريلاك، وراح نشوف ردة فعلهم في اكل السيريلاك لاول مرة. طب اللي راح احتاجه طبعا اول شيء هو السيريلاك. انا ما اشتريت العلبة الكبيرة، اشتريت هذا يلي فيه اعتقد 50 غرام، في 50 غرام، وراح اجرب ملعقة واحدة للهامسترات. يعني ما تشترون العلبة الكبيرة لحد ما تشوفون انه هامستراتكم ما جالهم اسهال بسبب السيريلاك. يعني اذا ما جالهم اسهال يعني هذا نوع ولمهم، او يعني ما نخطر عليهم. فراح نحتاج السيريلاك والصحن مشان نخلط فيه، وماء تكون ماء مغلى، ونتركها لحد ما تبرد شوي وبعدين نستعملها. ريحته كتير حلوة. ملعقة واحدة كافية للتجربة، مادام انه انا عندي 5 همسرات وبس، 3 اطفال والام والاب. نحكم اغلاقها مشان ما تبرد، راح اخليها في كيس بلاستيكي. ونبدأ نضيف الماء، راح اضيف ملعقة واحدة ونشوف لحد
ما يصير الخليط على شكل عجين ويكون العجين سائل شوي. بس ما راح اضيف ماء، المهم ملعقة واحدة من السيريلاك زائد 2 ملاعق من الماء المغلى ويكون دافي. هاي هي الكمية اللي راح اعتمد عليها. المهم راح نبدأ مع العنصر الصغير. الهامستر الصغير اصلا بيخاف من اي شيء بعطيه له، فراح اشوف كيف راح تكون ردة فعله مع السيريلاك. شفتوا عم ياخدوا، بس هو خايف. عارفين عنده هذا الصحن هون، راح اخليله فيه شوي، راح اترك له هاي الكمية. شفتوا الضجيج؟ نغلق عليه هاي مشان هو اصلا لما بعطيه الاكل ما بيجي الا لما انا بروح. نشوف من برا. هلا راح نجرب مع هاستري. كوكو هاستري، ما بدك اكلي؟ كلي زوينتش. حتى هي خايفة منه. شفتوا عم تخاف، يعني أول مرة عم تلحس إيديها وعم تأكل. المهم رح حاول معاه لحد ما تتعود عليه، فمشان اضمن انهم راح ياكلون السيريلاك راح اجرب بالحقن وراح نشوف انه ضروري ياكلوه. كربلو دايم. كلهم عم يخافون من السيريلاك. راح نشوف جينجر. جينجر شوفوا شوفوا. لا لا لا، كلي. اكلت شوي وبعدين ما عاد بدها. جينجر كولي هاك. نشوف سيمبا كمان كيف راح يتصرف. شاطر، هذا هو الابن الشاطر. هو اللي اخذ اكبر كمية.
هك 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 هك. أكل أكبر كمية. صافي بركة، غي شوية غي شوية، دبري شوية. المهم هالصر هو اللي أكل أكبر كمية، وهلأ هو يعني مشغول مع إني فتحت القفص، فكل ما بفتح القفص بيكون بده إنه يخرج. حتى الأكل لما بعطيه الأكل ما بياخذه إلا لما أنا بروح. زيد شوية زيد شوية لاحظت انه هالسر اول ما عطيته السيريلاك اخذوا كأنه سبق واكلوا. خلاص هو نظف حاله هلا عم ياكل السيريلاك سكيني. واخيرا ما بدي افتح القفص مشان اصور لكم، بس وخلص الاكل هلا. مو لازم انه نخلي السيريلاك هيك في القفص، لانه الهامستر راح يعفس في السيريلاك مثل ما شفتوا. فاللي راح اعمله انا مثل ما عملت مع سكيني راح اعمل مع الهامسترات، راح اترك لهم هذا الصحن في القفص. فين خارج دخل، راح اترك لهم الصحن في القفص وهم راح يتعرفون عليه شوي شوي وراح ياكلون منه. المهم راح اتركه في القفص امشان يتعودون عليه وياكلون منه. راح اغير هذا واعطي لهاستري، راح اتركه لها في القفص، بعدين راح اتركه لكراميلو، بعدين لجينجر، وبالنسبه للسيمبا سيمبا اكل منه شوي. المهم حتى هو راح اخلي له شوي في القفص. فمثل ما شفتوا هاي التجربه ما راح اقول عليها لا ناجحه ولا فاشله، لانه هذول الهامسترات اول مره يجربون السيريلاك، فمشان هيك هم تصرفوا بهذا الشكل. وانتو كمان جربوه مع همسراتكم. انتو كمان جربوا السيريلاك مع همسراتكم وشوفوا ردة فعلهم، هل راح يأكلونه او لا. وانا راح اضلني اجرب لحد ما يتعودون عليه، لانه شيء مهم جدا. المهم مثل ما شفتوا حطيت السيريلاك في هذا الصحن وخليته في قفص هاستري، وراح اضلني اراقبها من بعيد واشوف اذا كانت راح تاكل منه او لا. انصحكم اذا حطيتوا السيريلاك في الصحن للهامستر خليكم مراقبينه، لانه ربما السيريلاك يتوسخ، فلازم لما يتوسخ انه نغيره او نشيله من القفص. المهم كراميلو ما قرب على سيريلاك نهائيا. راح اضلني اجرب كمان اخلي لهم سيريلاك في القفص واراقبهم. فهذا كان فيديو لليوم. جربوا انتو كمان السيريلاك مع همسراتكم، فاذا الهمسترات اكلت السيريلاك من الاحسن انه نعطيهم يوم او يومين في الاسبوع، يعني ما نزود الكميه ربما يسبب لهم اسهال. شوفوا هلا عم ياكل، بيحاول كأنه عم يحاول يخبيه. أكل منه شوي وبس.
المهم أشوفكم في الفيديو القادم إن شاء الله، غدا إن شاء الله إذا قدرت أصور لكم يومياتي مع الهامستر. فأدعموني أكثر بلايكاتكم وتعليقاتكم الجميلة، وأشوفكم في الفيديو القادم إن شاء الله. مع السلامة.